وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم عبثا ليأكلوا ويشربوا لا، خلقهم للعبادة وأعطاهم الرزق ليستعينوا به على العبادة. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهو ليس بحاجة إلى العبادة، إنما هم المحتاجون إليها، الناس هم المحتاجون إلى العبادة. فمن رحمته سبحانه أنه أمرهم بالعبادة لأجل يستفيدوا وتصلهم بالله عز وجل، فنفعها راجع إليهم. طيب.